لي العروض في السيرك بتختلف هنا عن بره بالنسبه للحيوانات المفترسه؟ طبعا هي مش هنا عن بره، هي بتختلف من مدرب لمدرب. يعني كل مدرب بيختلف عن التاني. يعني انا عروضي مثلا الحمد لله بتوصلني نوعا ما للعالميه، او ان انا اقدر اسافر مهرجانات. في حد تاني عروضه بتعتمد ان هو يقدر يشتغل بس في مصر، في حد تاني عروضه ما ينفعش انه اصلا يعرض. يعني بتبقى بتختلف من شخص للتاني. بس طبعا لو هنتكلم عن بره وعن مصر، لا اكيد بره. انا بسافر يعني اقل ما فيها عرض اخويا مثلا، ما بروح اتفرج عليه، واخويا كل يوم بقعد اتفرج عليه نفس الرياكشن اللي انا بديه هو كل يوم فعلا. طب ليه؟ معجبه عشان المدرب برضو، تكنيك المدرب، ولا عشان في سبورت او في اي نوع من انواع الدعم طبعاً من المدرب المكان؟ طبعا المدرب ليه عامل كبير قوي، بدليل ان هو ما شاء الله وصل في روسيا واخد احسن مدرب لمده 3 سنين 2012 13 14 على مستوى روسيا، وده طبعا مدرب عربي. واحنا معروف عندنا ان روسيا بلد السيرك. ممكن اتكلم ان روسيا بلد السيرك اللي احنا بنجيب منها الفقرات طول عمرنا، فهو ان يدخل المرحله دي ويعدي، فهو طبعا وصل مرحله كويسه جدا في في التدريب. يعني بس زي ما بقول، هو في دعم يعني ممكن تكون مثلا حكومه مدعماه؟ طبعا، لانه بيشتغل هناك في الحكومه. طبعا الحكومه طبعا مدعماه وليها عامل كبير قوي. وانا بتمنى هنا في مصر كمان ندي نظره اقوى للمدربين الاسود، وان هم يعني يشوفوا ان دي احنا عددنا قليلين قوي في مصر. فلازم نهتم بالنشاط ده، لان لو مش موجود، لان هو بينحصر عندنا على العيله، لو مش موجود هنختفي بجد.